شو يعني طلعت؟ يعني راحت. ايه بس انت قلتي لها انه رح يصوروا عنكم برنامج ستايلك غير؟ طبعا قلت لها. شو كانت ردة فعلها؟ ولا شيء، كانه مو سمعانه شيء ابدا، حملت حالها ومشيت وقالت لي انت اهتمي بالتفاصيل. يا الله شو خايفه عليها. بصراحه وانا كمان خايفه عليها، لانه ليان صار لها كم يوم مانا على بعضها، دائما سرحانه والدمعه شوي ثانيه رح تنزل على خدها. الحق علي انا. عفوا سميحه قلتي شيء؟ لا ولا شيء. ريمي بس ترجع فورا خبريني ماشي؟ ايه. طيب واذا سالتني مشان البرنامج شو بدي اقول؟ تحججي اي شيء، قولي لها انهم اتصلوا واعتذروا. ايه. يلا باي. باي. مش على اساس قادرة اعلم كده مشوية؟ ما حبيت الا الاكلة كلها سمنة ودهن وكولاريات، بدي هيك اعمل اكلة صحية مشان ما يقولوا انه انا عامل من عوامل السمنة بالوطن العربي. شو قررتي تطبخي؟ مبدئيا معكرونة بالبشاميل. طيبة ما بها شيء. يلا فرجينا كيف بدك تعمليها. ماشي. اعزائي المشاهدين بالوطن العربي، مساء الخير. أكلتنا اليوم إيطالية بامتياز، معكرونيتو بشاميليتو، وهلأ مع بريك إعلاني ومنرجع لكم. شو رأيك؟ منيحة بتقطع. طيب وهلأ رجعنا لكم. المقادير: منحط رزمة معكرونة بالماء مشان تنسلق، بس ما بنضيع الوقت. بهاي الأثناء بنعمل صلصة. صلصة البشاميل: المقادير ملعقتين من الطحين مع برشة جبنة موتزاريلا. المعكرونة عم تغلي. شو يعني خوفتيني؟ لا بس هيك حسيت الحركة فيها شوي أكشن. نانا هلا سلي المعكرونه فيها اكشن مشان الله بطلي لي اوفرتك وخليني ركز على الصلصه. لك مش على اساس لازم نحضر الطبق الرئيسي؟ ليش هذا شو لكان؟ لا عم تمزحي، هلا المعكرونه طبق رئيسي؟ يعني معقول تعزمي حدا على فطور رمضان على صينيه معكرونه؟ حبيبتي ايه يضحك بيعبو، بعدين انت بتعرفي كل صحن معكرونه قديش فيه كالوري؟ 250 كالوراية. شيلينا هلا من الكالوريز. شو محضرة شي حلو؟ وبدك حلو فوقها كمان؟ ايه طبعا. يعني الخطة ما زبطت ولا جابت اي نتيجة لك تخيلي؟